جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو بمثل هذا القول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟ الإنسان إذا كان حصل له بلاء أو حصل له كذا، يعني يسأل الله أن يرفع عنه البلاء، يسأل الله أن يرفع عنه البلاء، والإنسان يحرص على أن يكون سؤاله لأن يحصل الخير ويحصل الجنة ويسلم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما يعني قول مثل هذا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني هذا في تزكية من الإنسان لنفسه وأنه مؤمن، ومعلوم أن هذا قاله الكفار وما كانوا صادقين فيما يقولون في أنهم مؤمنون. لكن الإنسان يصلح أن يكشف عنه الضر وأن يزيل عنه البلاء، ويأتي بدعاء ليس مثل هذا الدعاء اللي في تزكية للنفس والذي هو قول الكفار. يقول: ورد أن بعض السلف سأل رجل عن شيء فقال: الله أعلم، فقال: ما سألتك عن علم الله، قل: لا أدري. فالرجاء شرح المقصود بهذه العبارة. معلوم أن ما جاء عن مسعود واضح في اعتبار كون الله أعلم، ثم أيضا كون إنسان يقول الله أعلم هو فيه هو لا أدري، أقول هو لا أدري، يعني فيه الجواب موجود ضمنا، يعني الذي يريده هذه جاءت عن بعض السلف ما تذكر من هو، لكن لا شك أن الإنسان عندما يقول الله أعلم إخبار عنه بأنه لا يدري، مع إضافة الثناء على الله سبحانه وتعالى، فالجواب حاصل بقوله الله أعلم. فقول لا أدري هي موجودة في ضمن الله أعلم، وفيها زيادة الثناء على الله سبحانه وتعالى. البعض إذا سئل عن شيء يقول: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هل يسوق؟ والله ما يصح هذا الكلام، هذا يعني لأن هذا يعني يتعلق باللوح المحفوظ، و يعني الإنسان يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. يقول: أعطاني رجل مبلغ يساوي نصف تكلفة الحج أو أقل لأحج عن أبيه، وسوف أكمل أنا المبلغ، أيجوز أن أتمتع بالحج فأعتمر لأبي وأحج لأبيه؟ وسوف أكمل أنا المبلغ؟ إيه، كمل المبلغ. يعني أعطاه نصف، المبلغ ما يكفي، أعطاه نصف تكلفة الحج. لا، الكلام على كونه سيحتاج إلى أمور أخرى يضيفها إلى هذا الذي يعطي إليه، لأنه لو اقتصر عليه ما كفاه. أولا قضية الحج يعني لا بد أن يكون هناك اتفاق، فإذا كان اتفق معهم على أنه يحج أو على أنه يعني يكون مفردا بمعنى يأتي بالحج وحده، أو يكون متمتعا، يعني على حسب ما يتفقون عليه، على حسب ما يتفقون عليه. ولا يصلح أنه يدخل معهم إلا على بينة. أما كونه يأتي بعمرة ثم يحج من هناك، قد يكون هم أرادوا أن يحج من هنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك. لعله سبق لسان قريضة كانت بعد الخندق. سبق لسان بعد الخندق. نعم، في حديث ثلث الإسلام، يقول: من الذين قبله؟ يعني قبله أبو بكر وعلي وخديجة، فيمكن أن يكون المقصود يعني الرجال، يعني إذا كان رجال يعني أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم الصبيان علي، وهذا كلام على أعتاد أنه بعدهم، لكن ما أدري هل فيه يعني شخص آخر يعني غير علي، على اعتبار أنه رجال بالغين، ما أدري، لكن علي أول من أسلم الصبيان
أبو بكر أول من أسلم من الرجال وخديجة أول من أسلم من النساء. بالنسبة مر معنا في الحديث الأول العلاء بن صالح يروي عن منهال عن عباد بن عبد الله حديث الباطل أنا عبد الله وأخو رسوله الصديق الأكبر. العلاء بن صالح رمز له التقريب والأصوله دال تاء سين. دال تاء سين ما في قاف؟ ما في قاف. ها؟ نعم حتى الآن هذه نسخة ابن الأشبال كذلك. فعليه نزيد. نعم. له هذا يعني هذا يعني لهذا الحديث يضاف إليه. يعني يضاف ويشار للرقم. وإيش؟ يشار للرقم رقم الحديث. هنا. 119 كلام الشارح لما شرح شهيد يمشي على وجه الأرض قيل إنه قد ذاق الموت في سبيل الله وهو حي لما قيل موتوا قبل أن تموتوا أو المراد بالموت على هذا الغيبوبة عن عالم الشهادة بالاستغراق في ذكر الله وملكوته والانجذاب إلى جناب قدسه وقيل أي إنه ذاق ألم الموت في الله وهو حي فهو لما ذاق من الشدائد في سبيل الله كأنه مات وقيل هو مجازي بالأول أي إنه سيموت شهيدا يعني هو كما هو معلوم هو أقول هو قتل وهو مظلوم يعني هو والأمور التي ذكرها أنه يعني ذاق الموت وأنه حصل هذا كلام صحيح لكن ما يقال أن هذه هي الشهادة التي جاءت في الحديث لأنها لا شك أن يعني كونها هذا الشلل الذي حصل ليده وقد كان المشركون أصابوه وهو يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسمه وبيديه لا شك أنه يعني شارف على الموت ويعني حصل له يعني هذه الأسباب ولكن ما يمنع أن يكون يعني قتل أنه قتل ظلما وأن يكون شهيدا وقال كذلك في حديث لما دخل سعد على معاوية فنال منه قال نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي يعني قال لا تسب جاء فيها بلفظة لا تسب يعني معناه أنه يخطئ يعني لا معناه يشتمه وهو نفسه أشار إلى هذا بعد ذلك أشار إلى هذا المعنى لكن طلب يعني أن معاوية يقول يعني يقول لسعد ألا نعم جاء قال ألا 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 ألا, ألا, ألا تنال في عبارة أنا في مسلم ألا تفعل كذا وكذا لكن في عبارة عند باقي الكلام عند الشارع عند السندي قال بل أمر سعدا بالسب كما قيل في مسلم والترمذي ومنشأ ذلك الأمور الدنيوية التي كانت بينهما الأمور الدنيوية يعني ليست القضية قضية دين أو قضية ثانية كذا أمور في النفوس من أجل ما جرى بينهم يقول هل سب الصحابة كفر كمل والله يغفر لا كمل في كلام بعد إيه بس هذا قال ولا حول ولا قوة إلا بالله والله يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا ومقتضى حسن الظن أن يحسن السب أن يحمل يحمل يعني هذه يحسن هذه تصحيح أن يحمل ومقتضى حسن الظن أن يحمل السب على التخطئة أين ونحوها مما يجوز النسبة إلى أهل الاجتهاد لا اللعن وغيره نعم يعني هذا هو الذي يحمل عليه قضية النيل يعني والسب إنه بهذا المعنى وهو الذي حصل لأمور الدنيوية وهذا هو مثل الذي قاله صاحب المفهم والذي نقل عنه الحافظ بن حجر في شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار قال إنه إذا البغض من هذه الحيثية التي هي النصرة أما إذا كان لأمور طارئة يعني حصلت كان في النفوس بسببها شيء فليس من هذا القبيل لا يكون من هذا القبيل يعني معناه أنها يكون منافق الذي يكون في نفسه شيء على بعض الصحابة يعني من صحابي على صحابي بسبب ما جرى بين الصحابة وما جرى بعضهم فإنه يحمل على الأمور الدنيوية التي يكون فيها مجال الاجتهاد
ويعني يكون في النفوس بسببها شيء. وأما الأمور الدينية وما يتعلق بالنصرة وما يتعلق بالدين فلا يقال إن هذا يحصل. يقول هل سب الصحابة كفر مخرج من الملة؟ من سبهم جميعا أو كفرهم جميعا أو قدح يعني فيهم جميعا لا شك أن هذا كفر، لكن إذا حصل سب لبعض الصحابة لا شك أنه يعني ذنبا عظيم وخطأ كبير، لكن لا يصل إلى الكفر. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا بارك الله فيكم، هل أصل الإيمان يزيد وينقص؟ الإيمان أعلى درجة من الإسلام، والإسلام يعني الناس يشتركون في أنهم كلهم مسلمون، كل من دخل شهادة الله أن محمد رسول الله يقال له مسلم، وهذا الأصل لا بد منه، لكن الذي يزيد وينقص هو الإيمان، ولهذا الإيمان أكمل من الإسلام، لأن الأصل هو الإسلام والإيمان هو الكمال. ولهذا جاء في القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، والإيمان شيء زائد على أصل الإيمان، على أصل الإسلام، زائد على أصل الإسلام، لكنه يأتي كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا الناس يتفاوتون في الإسلام، ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون، يعني ليس كل مسلم يسلم منه مسلمون، وإنما المسلم الكامل أو المسلم اللي يعني متمكن الإسلام منه. فالناس يعني في أصل الإسلام يعني خرجوا، لأن الخروج من الكفر والدخول بالإسلام هو الناس متفقون فيه، لكنهم متفاوتون في ما يقوم في قلوبهم، كما جاء في الحديث الذي بعده المسلم من سلم المسلم حقا، يعني في مسلم يعني متمكن في الإسلام ومسلم يعني ضعيف، يعني في الأصل هذا مشترك، لأن الحد الفاصل بين الكفر والإسلام أن الإنسان خرج من الكفر بشهادة لا إله إلا محمد رسول الله فصار من المسلمين، لكن الناس متفاوتون في ذلك. ولهذا الحديث الذي سيأتي بعد هذا يدل على أنه ليس كل مسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده، وإنما بعض المسلمين. يقول قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطة، ثم أيضا من المعروف أن الإيمان يستثنى فيه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن ما يقول أنا مسلم إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله، لأن الإسلام هو أدنى درجة. نعم. يقول الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. يقول ما هو المقصود من قول القلب؟ إقراره، يعني إقرار يعني كونه يعني في تصديق وإقرار القلب، فإقراره هو قوله. ولماذا قال إن الدين والإيمان قول وعمل؟ ما المقصود من الدين؟ الدين يأتي مرادف للإيمان، يعني ويأتي يشمل الإيمان والإحسان والإسلام، كما جاء في حديث جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني فهو يشمل الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل، وهنا أتى به على اعتبار أن الدين والإيمان فيه هذه الأمور الثلاثة التي هي ما يقوم بالقلب وما يقوم باللسان، على اعتبار أن الدين هو مثل الإيمان أنه يشتمل على هذه الأمور الثلاثة. وكما عرفنا أن الإسلام إذا انفرد يشمل ما يقوم بالقلوب وما يقوم في الجوارح، والإيمان إذا انفرد يشمل ما يقوم بالقلوب وما يقوم بالجوارح.
يقول بعض من شرح حديث الإيمان 64 شعبة عددها وسردها، فهل لهذا مستند؟ ما في مستند ثابت، ولكن كله يعني بالأشياء التي جاء فيها ذكر الإيمان وأن هذه من الإيمان يعني جمع يعني، لكن كونها مسرودة في نص ما في نص فيه سردها، لم يثبت شيء في سردها، وإنما هذا كل تجميع من متفرقات ومن نصوص مختلفة. كيف يصل طالب العلم إلى معرفة هذه الشعب؟ بالاطلاع على الأحاديث وذكر الإيمان وأن الإيمان كذا وأن من الإيمان كذا من الإيمان كذا، يعني يأتي في أحاديث ذكر أشياء أنها من الإيمان، فتجميعها يعني من الأحاديث المختلفة وكذلك من الآيات الكريمة المتعددة يعني هي ما تعرف إلا عن طريق القرآن والحديث، والشيء الذي في نص على أن هذا من الإيمان يعني مثل ما جاء في نفس الحديث الآن، يعني الثلاثة هذه جاءت في نفس الحديث عند مسلم، أدناها إماطة الأذى وهذا من الأفعال، وأعلاها قول لا إله إلا الله الذي كلمة الإخلاص، والحياة شعبة من الإيمان الذي هو من أعمال القلوب، الحياة شعبة من الإيمان أي من أعمال القلوب. والحافظ بن حجر ذكر في الفتح يعني جمعها وقال أن ما يتعلق بالقلب كذا وما يتعلق بالجوارح كذا وما يتعلق باللسان كذا، نعم جمع جملة كبيرة منها أبلغها إلى فوق 60 أو قريب من 70، لكن كما هو علوم كلها مأخوذة من 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 النصوص، لكن ليس هناك نص في جمعها وسردها. يقول ما الفرق بين أركان الإيمان وشعب الإيمان؟ أركان الإيمان الستة التي جاءت يعني في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر، وأما شعب الإيمان هي كثيرة لأن يتعلق يعني تتعلق بما يقوم بالقلب وما يقوم بالجوارح، لأن الأركان الإيمان تتعلق بالقلب تقوم بالقلب، أركان الإيمان تتعلق بالقلب، وشعب الإيمان تتعلق بالقلب واللسان والجوارح. في الحديث المتقدم حديث هرقل لغسلت عن قدمه أو قدميه، قال ابن حجر في قال مبالغة في العبودية له والخدمة، يسأل عن تعبير العبودية، هل هذا التعبير صحيح؟ ما هو مستقيم، يعني كونه يعني يخدمه، ويعني أما العبودية هي لله عز وجل، إلا أن يكون كما يفعل العبد مع سيده، قد أفلح المؤمنون الآية عندك شيخ، قد أفلح المؤمنون إيش قال فيها عندك؟ قال في المتن، في المتن بس قد أفلح المؤمنون فيها الآية، الآية مكتوب الآية كذا إيه، قد أفلح المؤمنون مكتوب الآية، الآية إيه بعدها في موجود كلمة في الآية، نعم قد أفلح المؤمنون الآية، الآية هو الآيات، لا الآية، الآية هي موجودة كاملة قد أفلح المؤمنون، لكن لعلها الآيات التي بعدها لأنها خصال الإيمان، لهم صلاة خاشعون لهم عامون لهم سكاتون لهم فرج حمدون، ما في نسخ عندك فيها في النسخ قد وقوله قد زيادة وقوله بس، أما الآية والآيات ما فيها شيء، ما تعرض لها؟ لا لا، كلمة الآية هذه ما تستقيم، لأن الآية إذا كانت ما كملت يقال الآية حتى تكمل، مثل يعني آية الدين، يعني إذا تدينتم إلى لاجئ مسمن الآية يعني يكمل الآية، لكن الآية إذا كملت وكان المقصود يعني بعد شيء بعدها يقال الآيات، أي الآيات التي وراءها، الآيات التي وراءها. هذه النسخة هذه الكبيرة اللي معكم؟ نعم.
يقول من اعتقد بقلبه وقال بلسانه. نعم. كلمة العبودية انتهت الجواب على كلمة العبودية. انتهيت ولا لكم تعليق آخر؟ لا خلاص، يعني العبودية العبارة ما تستقيم إلا إذا أريد بها يعني أنه يكون عنده معه بمثابة العبد مع سيده يخدمه ويبالغ في خدمته. أما العبودية، العبودية لا تكون إلا لله، لكن يمكن يقصد هذا المعنى الذي هو يعني يكون عنده بمثابة العبد. يقول من اعتقد بقلبه وقال بلسانه ولم يعمل بالجوارح إلا الصلاة. إذا كان أنها ما جحدها وإنما هو يعني تركها تهاونا، الصلاة هي التي جاء عن الصحابة أنهم كانوا يرون تركها كفر يعني فيما إذا كان تهاونا. وأما الصلاة وما بعدها فالتهاون لا يقال أنه كفر، لأنه قد جاء في حديث فيما يتعلق بالزكاة التي هي يعني تلي الصلاة، في حديث الذي إذا جاء يوم القيامة يعني الذي يؤدي لا يؤدي زكاة ماله يعني يبطح بقاع قرقر، فتأتي الإبل تطعه بأقدامها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقدر كذا حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم الكافر لا سبيل له إلى الجنة، من يكون كافرا لا سبيل له الجنة، لا ليس له سبيل إلا إلى النار. لكن لما قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أن من لم يد الزكاة كسلا وتهاونا فإنه لا يكون كافرا. أما إذا حصل الجحود فهذا ما في إشكال باتفاق أنه كفر، يعني كل ما علم من دين الإسلام بالضرورة فإن تركه يعني إذا كان مأمورا به أو فعله إذا كان يعني هذا واستحلاله فإنه لا شك أنه يكون كفر. يقول ما هو القدر الذي إذا تركه الإنسان تهاونا من الصلاة كفر بسببه؟ يعني بعض العلماء يقول أنه إذا لو ترك صلاة واحدة يعني حتى خرجت متعمدا فإنه يكفر. هذا يقول مات أبي وهو لم يصلي في حياته إلا صلاة الجمعة وصلاة العيدين، فهل يصح أن أحج عنه بدلا حيث كلفني بذلك؟ لا تحج عنه، لا يحج عنه، تارك الصلاة لا يحج عنه. يقول نسمع في هذه الأيام عن بعض الدعاة المنتسبين لأهل السنة يباهلون بعض الروافض إما عن طريق التلفاز أو موعد في مكان، هل هذا الفعل صحيح وما هو ضابط المباهلة؟ بيان الحق وإيضاح الحق يعني هذا مطلوب، وهذا فيما إذا كان الإنسان متمكن من إيضاح الحق يعني للرافضة أو لغير الرافضة، فهذا هو الذي يعني له أن يدخل. وأما إذا كان عنده يعني شيء من 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 عدم القوة فإن هذا قد يكون دخوله يعني يصير فيه نقص بكونه لا يقوم بالواجب كما ينبغي. المباهلة يعني كما هو معلوم يعني كما جاء ذكرها في القرآن يعني بأن يعني يتقابل يعني طرفان، لكن الإنسان لا يحرص على يعني هذه يأتي في الغالب للإنسان الذي يعني معناه أنه قوي وأنه متمكن وأن هذا أنه على حق. يقول كنت مع بعض إخواني فنزل لإماطة الأذى عن الطريق، وأثناء أخذه للأذى قال لا إله إلا الله، فقلت لماذا قلتها؟ قال أردت أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناها، فما رأي شيخ؟ والله ما لا نعلم لهذا وجه، كل إنسان عندما يميط الأذى عن الطريق يقول لا إله إلا الله، هذا ليس مكان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يتابعها في أماكنها، يذكر الله إنسان كثيرا أماكن ما يذكره، ما جاء شيء يدل على أنه إذا أمط الأذى عن طريق يقول لا إله إلا الله، وليس من السنة أن الإنسان يأتي بهذا الذكر في هذا المكان.
يقول ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة في حالة سقوط حملها؟ إذا كان الحمل دون 4 أشهر وأنه لم يتخلق ولم تنفق فيه الروح فهذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة لا يمنعها من الصلاة. وأما إذا كان يعني قد يعني تخلق فإنه يكون نفاس. السؤال الثاني يقول ما حكم المساجد التي تبنى من مال حرام أو ربما بناها كافر؟ يصلى فيها أقول يصلى فيها وتستعمل، لكن كونها يعني المساجد تبنى بمال حلال مال طيب هذا هو الذي ينبغي. لكن لو أن يعني أنها بنيت مالا بمال مال حرام يصلى فيها، أقول يصلي فيها ولو بنيت مالا حرام، لكن كونها تبنى بأموال طيبة هذا هو الذي ينبغي. لكن لا يقال أنها إذا بنيت مالا حرام منها تهدم وأنه لا يعني يستفاد منها. نعم يستفاد منها. والكافر إذا أعطى قطعة من الأرض المسلمين وقال ابنوا فيها مسجد يصلون فيها، إذا كان كافر له ولاية وأعطى المسلمين قطعة من الأرض يعني يصلون فيها أو يبنون فيها مسجد أو بنى يعني مسجد تصح الصلاة فيه. سؤالها الأخير يقول ما حكم صلاة من مسح بعد انقضاء مدة المسح ناسيا ثم صلى؟ يعيد الصلاة. يقول نحن جماعة من أفراد قبيلة ويوجد عندنا صندوق فيه نقود مخصص للحوادث، فهل على هذا المال زكاة؟ إذا كان هذا المال يعني خرج من ملكهم وصار مخصصا لهذا الأمر ما في زكاة، لأنه ليس له مالك. وأما إذا كان كل واحد باق على ملكه وأنه يعني أنه ما تبرع به، أما إذا تبرع وخرج عن ملكه ما في زكاة. جزاكم الله خير. يقول السائل هل الوصال إلى السحر ما زال مشروعا أم أنه منسوخ بأحاديث تعجيل الفطر؟ لا ما يقال أنه منسوخ، لا يقال أنه منسوخ، لأن حديث تعجيل الفطر كانت موجودة، ويعني هذا حديث الوصال كانت موجودة، فلا يقال أنه شيء يعني كان يعني في زمنه ثم نهي عنه ثم نهي عنه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل وأرادوا أن يواصلوا معه فمنعهم من الزيادة على إضافة ليلة إلى اليوم الذي قبلها. هل الوصال يكون في الفرض وفي النفل؟ نعم يمكن، يمكن يكون في الفرض ويمكن يكون في النفل. أقول يمكن أن يكون في الفرض ويمكن أن يكون في النفل. هل معنى التنكيل العتاب؟ يعني التنكيل يعني معناها الشيء الذي يوقفون عليه بأنه ضار بهم وأن فيه مضرة عليهم، هذا هو، ليس مجرد العتاب يكون في الكلام، العتاب المعاتبة تكون في الكلام، وأما هذا بالفعل، العتاب يكون بالكلام والتنكيل يكون بالفعل. يقول ألا يدل قوله قم فاجدح لنا، فقال صلى الله عليه وسلم لو يا رسول الله لو أمسيت، على أن المساء يدخل بغروب الشمس؟ المساء كما هو معلوم يعني هو العشي يبدأ بالزوال، لكنه يعني أنك لو أمسيت يعني حتى يأتي الليل أو حتى يصل الليل يعني حتى يذهب الضوء، لأنه يعني الضوء هذا ضوء النهار بعدما تغرب الشمس يعني فيه ضوء بعدها، وهو ظن أن الأمر يتطلب أن هذا البياض وهذا الضياء الذي حصل بعد غروب الشمس أنه مطلوب أنه يزول، فالرسول بيّن أن المقصود هو غروب الشمس فقط. يقول ما دام أنه يجوز تأخير الفطر إلى السحور، فهل يجوز تأخير الصيام أو الإفطار إلى ظهور النجوم أو إلى منتصف الليل؟ ما جاء شيء يدل على أن لأن الإنسان قد يؤخره احتياطا للعبادة، والاحتياط ما ليس في احتياط إذا غربت الشمس، لكن من أراد أن يواصل هذا معناه قصد
وأراد أن يأتي بهذا الشيء الجائز. أما كونه يضيف يعني شيء يعني لا يقال له إيصال وإنما احتياط يعني وتعمق، وهذا هو الذي لا يصح. من نذر أن يواصل إلى السحر فمتى يحل له الفطر من الليل؟ من نذر أن يواصل إلى السحر يعني أيام معينة، إذا نذر أنه يصوم يعني يواصل إلى السحر يعني يوم أو يومين، فإنه من طلوع الفجر يبدأ الصيام وينتهي به إلى طلوع الفجر إلى 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 أن يأتي السحر الذي يتسحر به الإنسان ويستعد لليوم الذي بعده، مو معناه أنه إلى 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 طلوع الفجر، وإنما يعني إلى قربه من أجل السحر. أما إذا أراد أن يعني أما كونه يعني لا يريد يعني لا يريد أن يصوم في اليوم التالي، فإنه يمكنه إلى وقت السحر إلى نهايته، والسحر نهايته طلوع الفجر. لكن الذي يريد أن يصوم اللي بعده لابد يعني يفطر قبل ذلك حتى يتسحر. يقول هل الوصال الجائز يعتبر سنة مهجورة اليوم؟ لا، ما يقال أنه سنة مهجورة أبدا، لأن هذا جائز مو بسنة، لأن السنة يرغب فيها ويحث عليها، وأهم هذا ما في طريق. صح عن عبد الله بن الزبير أنه يواصل عدد من الأيام، قيل 6 أيام، فما توجيه ذلك؟ يعني يمكن رأى أن النهي أنه ليس على سبيل الإلزام أو فهم يعني ذلك. نعم. يقول ذكرتم بالأمس أن البخاري سمى شيخه محمد بن يحيى الذهلي، سماه محمد بن خالد، فهل هذا يعتبر من التدليس أسماء الشيوخ؟ يعني إذا كان الإنسان معروف بتدليس تدليس الشيوخ يعني يعتبر مثل هذا من تدليس الشيوخ لمن عرف بأنه يدلس الشيوخ، أما من لم يعرف بذلك لا يقال أن هذا تدليس الشيوخ ولا يقال أنه مدلس، وإنما يضاف هذا إلى من عرف بهذا. والبخاري هنا يعني ذكره أو نسبه إلى جده، نسبه إلى جده، وهو مشهور بمحمد بن يحيى، لكن من عرف بالتدليس إذا حصل منه ذلك يعتبر مدلس تدليس، لكن من لم يعرف بذلك لا يقال أنه مدلس كالبخاري. حافظ بن حجر قال عند في نهاية باب تعجيل الإفطار، قال تنبيه من البدع، ليش نهاية باب تعجيل الإفطار، قال تنبيه من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو 3 ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. لأنه قال هذا يعني مناسبة لا يزال الناس بخير ما عجلوا، لا يزال الناس بخير ما عجلوا يعني ما عجلوا الإفطار، يعني كونهم يعني فعلوا هذا يعني معناه أنها خالفوا هذا الذي أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حصول الخير فيه وإلى حصول يعني ما يحمدون عليه إلى شيء لا يحمدون عليه بل يذمون عليه. في بعض الإمساكيات في رمضان التي تصدر قال يقول مدفع الإمساك قبل أذان الفجر 10 دقائق، هذا لا وجه له. إذا كان الأذان على الوقت، إذا كان الأذان على الوقت وأنهم يعني لا يتأخرون عنه وإنما هو عليه، فإن الواجب هو الإمساك عند الأذان. أما كونه يوضع يعني شيء يعني يقال هذا إمساك يعني والأذان يعني إنما يكون يعني هذه تكون فترة من الليل، هذا مثل فترة من الليل قبل السحور قبل الإمساك، وفترة من الليل يعني عند الإفطار، كل هذا غير سائغ،
لا يزاد يعني في الصيام من أوله بجزء من الليل ولا يزاد به عند الإفطار جزء من النهار جزء من الليل، بل يكون النهار فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول أحسن الله إليك، إذا دخل وقت الإفطار غربت الشمس ولم يجد الإنسان عنده شيء يفطر به، فهل نية الإفطار كافية؟ نعم تكفي، يعني هو الإنسان يتبع السنة بأنه يعتبر مفطرا، فإن وجد شيئا يعني أكل به، وإلا نوى أنه مفطر. القول بأن يمس أصبعه لا معنى له، ما لهم شيء يدل على هذا. يقول ما الفرق بين السنة التقريرية وما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم ولم يرغب فيه ولكنه أجازه؟ إيش هو؟ ما الفرق بين السنة التقريرية وما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم مما لم يرغب فيه ولكن أجازه؟ يعني السنة كما تعرف الأحكام تعرف بأمور ثلاثة، ولهذا يعرفون الحديث بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذه السنن تعرف بهذا والأحكام الشرعية تعرف بهذا. فإذا فعل الناس شيئا وأقرهم عليه عرف أنه جائز وأنه يعني سائغ، لأنه لا يقرهم على أمر منكر. لكن هنا يعني شيء يعني أجاز لهم ولم يستحبه لهم، بل استحب لهم خلافه، لأنه جاء لا يزال الناس بخير من عجل الإفطار، وقال من أيكم أراد أن يواصل فليواصل، إن كان ولا بد فيجوز لكم إلى كذا وكذا، لكن لا يقال مستحب لكم أن تفعلوا، فيكون الناس يعني يتركون التعجيل ويأتون بالوصال إلى الفجر الذي هو مستحب لو كان مستحبا. يقول معلوم في هذه الأيام بما يحصل من إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من يدعو لمقاطعة منتجات تلك البلدان، فهل هذا كلام صحيح؟ يعني هذا إذا كان سيكون له تأثير وأنه سيفيد نعم يفعل، وأما إذا كان يترك يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين ثم بعدين يرجعون إليه ما صار فيه فائدة. ما هو الأفضل لطالب؟ يعني إذا كان له تأثير نعم يمكن، مثل ما حصل للصحابي الذي جاء وأسلم، يعني ثمامة بن أسالم، ما اسمه؟ ثمامة بن أسالم. نعم ثمامة، يعني أسلم، والذي ربطه في المسجد ثم أسلم ثم ذهب إلى مكة، ويعني قال له كفار مكة صبأت؟ قال ما صبأت ولكن دخلت في الحق أو في دين الحق. ثم قال والله لن يأتيكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيكم حبة من الحنطة إلا إذا أذن، فمنعوا وصول الحنطة إليهم حتى أنهم يعني جاءوا وطلبوا من رسول أنه يسمح لهم أنه يعني يأتون بالحنطة إلى مكة. هذه مقاطعة تنفع، أما مقاطعة مؤقتة يعني ثم يرجعون بعدها لأنهم محتاجون لأنهم مستهلكون، يعني لا يستغنون عن منتجات الكفار، فهذه لا فائدة من هذه المقاطعة المؤقتة التي لا تأثير لها. يقول ما هو الأفضل لطالب علم أن يبدأ بحفظ الصحيحين أو بحفظ كتب الأحكام كالمحرر أو البلوغ؟ أول شيء أن يحفظ القرآن وأن يتقنه، ولا يشتغل بحفظ شيء أو يشغل نفسه بحفظ شيء يجعله لا يتمكن من حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن هو الأساس وهو الذي يتعبد بتلاوته. وأما السنة نعم من حفظ القرآن يحفظ ما أمكنه ويبدأ بالأربعين النووية التي هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذلك يأتي بعدها إلى عمدة الأحكام التي فيها أحاديث متفق عليها، من أحاديث متعلقة بالأحكام متفق عليها بين البخاري ومسلم. وبعد ذلك إذا أتى بهذه وهذه عند ذلك يسأل عن الشيء الذي يأتي به بعدها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.